لمنافسة المغرب، الجزائر تعلن عن خطوة جديدة بشأن أنبوب الغاز العابر للصحراء. تبحث الجزائر عن موطئ قدم في العمق الإفريقي من خلال فتح مشاريع وإبرام العديد من الاتفاقيات وتوسيعها إلى مجالات كانت إلى وقت قريب على الهامش، آخرها مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء. وأعلنت السلطات الجزائرية توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع النيجر ونيجيريا للشروع في تنفيذ مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء الذي تراهن عليه لمنافسة مشروع نقل الغاز بين الرباط وأبوغا. جاء ذلك وفق التلفزيون الجزائري الرسمي عقب لقاء ثلاثي بالجزائر العاصمة. ووقع مذكرة التفاهم عن الجانب الجزائري وزير الطاقة والمناجم محمد العقاب، وعن دولة نيجيريا وزير الدولة للموارد البترولية سيلفا، وعن النيجر وزير البترول والطاقة مهامان ساني بحضور الرئيس التنفيذي لشركة سونتراك الحكومية للمحروقات توفيق حقاق.